بدعم وتوجيه مباشر من السيد محافظ نينوى عبد القادر الدخيل. كانت لنا اليوم زياره الى ناحيه ربيع للاطلاع على الاعمال المقدمه في هذه الاعمال في هذه المنطقه من قبل قسم التطوير الريفي. هذه الاعمال شملت 8 قرى متمثله في ابو خشب وتل حيال ومشيرفه وكلهي وعوينات والشور وقريه المناعيه وقريه العصريه. هذه الاعمال ضمن تخصيصات تنميه الاقاليم لعام 2023. نحن الان في قريه العصريه، شملت الاعمال التبليط بطبقه الاستبلايزر بطول 1900 متر يربط القريه بالشارع العام وصولا الى المدرسه في القريه والمركز الصحي. هذه الاعمال تساعد المواطنين بشكل مباشر للوصول الى المدارس والمراكز الصحيه وربط القرى بالطرق الرئيسيه المؤديه للاقضيه والنواحي وتساعد على استقرار المنطقه. هذه الاعمال تسير ضمن المواصفات الهندسيه والمده الزمنيه المعدوده، وهذه الاعمال ليست الاولى والاخيره في منطقه ربيعه والمناطق الاخرى ضمن حمله عامل الانجازات التي اطلقها السيد المحافظ عبد القادر الدخيل المحترم.